انا بس في لو تسمح لي لا لا اتفضل وهستاذن محرم لان في شويه رسائل عايز ابلغها. اتفضل. بمناسبه ما هو انت عارف لما تكون مش متوقع حاجه وتجي لك حاجه حلوه زي دي بتتكرم وانت عايش. ايه ده؟ طبعا ربنا يديك الصحه. وفي اخر ايام المجلس اللي لو كان عدى ما كنتش عارف كنت هتتكرم بعد كده ولا لا. فانا كنت عايز اقول زي ما ربنا كرمني وبقيت عضو في النادي الاهلي وابتدى مشوار ما فيش حاجه في النادي الاهلي، سكرتير تنس طاوله، سكرتير هاندبول، مدير النشاط، عضو مجلس اداره مرتين، مش زي محرم طبعا ده 20 سنه ده وبعدين مدير نادي وبعدين اكلف ان اعمل اداره التسويق والاهلي الانتاج الاعلامي وبعدين في الاعلام كلنا هنتكلم فيه على فكره. ما بقول لك المشوار اللي ربنا اكرمني بيه ده سواء في الاعلام او في هل انا خططت له؟ ابدا. انا عايز اقول للراجل اللي عنده 13 سنه اللي كان فرحان وهو رايح الماتش، انت كنت تحلم انك تقف عشان اتكرم امبارح في النادي الاهلي عن مشوار التصاقي بكل هؤلاء الناس وهؤلاء النجوم والعباقره وتشوف بطل زي ده. كنت انا سافرت وراه السويد عشان اشجعه. السويد اول مره في كنا ممنوعين من السفر عشان كنا محطوطين تحت الحراسه، ولما افرجوا عننا اول مشوار سافرت معاه رحت السويد. كان عنده بطوله، كانت بطوله في السويد لا في السويد رحت معاه عشان اولا اتفسح وثانيا وبعدين المواقف بقى ان كان في السويد دي كان في لقاء مع الانديه السويد هنا. هسيبك تحكيها. لا انا هقول انا بس عايز اشكر حد. عايز اشكر حد. اتفضل. اصلا فيها طرفه برضه. اتفضل. حتين معلش يا محرم. لا اتفضل. قبل ايه؟ ما انسى. انا امبارح كابتن الخطيب وشوشته فقال لي البروتوكول بتاع الحفله ما فيهوش ان كنت عايز اقول كلمه ان انا اشكر طبعا مجلس الاداره واقول للكابتن الخطيب يا كابتن انا بقالي 12 سنه او 14 سنه كنت بتهزر معايا وتقول لي عايزين نعمل لك ماتش اعتزال وانا اقول لك ايد على كتفك وبعدين كل سنه اقول لك مش يلا بينا بقى تقول لي مش وقته عادل. أيوة. لحد السنه اللي فاتت يا كابتن محمود لا وقته دلوقتي بستأذنك وقته انا مش هلاقي. انت علمتني لحظه الاختيار. انت لما اخترت تعتزل اعتزلت في اعظم لحظه ليك وانت واخد بطوله ووشك متعور والدنيا دراما ومش عارفين هتجيلك اللحظه دي تاني ولا لا وقررت الاعتزال. انت كنت تقدر تلعب سنه ولا اتنين تانيين. انا بستأذنك من هنا دلوقتي قدامك ان انا اعتزل وتقبل اعتذاري هذه المره وانا ان كنت هعتزل احتراف النادي الاهلي لكن لن اعتزل عشقه طبعا وتحت امره في اي حاجه طبعا. دي اول رساله. شكرا لمجلس الاداره وعليهم ان يقبلوا اعتذاري واعتزالي والحمد لله مش هلاقي لحظه ولا مباراه اعتزال اجمل من امبارح. الله عليك.